إنا لله وإنا إليه راجعون. رحلت ووجعت قلوب كل محبيها بعد مسيرة إعلامية حافلة دخلت قلوب كل جمهورها، ولكن سبب وفاتها صدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. رحلت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية المذيعة غيداء دياب، والمؤلم في الموضوع هو الطريقة اللي توفت بيها ووصيتها اللي تركتها قبل ما تموت وآخر لحظاتها على فراش الموت. من ساعات تصدر اسم المذيعة الراحلة غيداء دياب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رحلها المفاجئ والسؤال عن سبب وفاتها. ولكن قبل ما نعرف سبب الوفاة وآخر لحظاتها على فراش المرض، خليني أقول لكم أن المذيعة غيداء دياب من أشهر وأقدم المذيعات في التلفزيون القطري. غيداء قضت سنوات كتير في السيرك الإعلامي القطري ونعاها عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين في الوطن العربي. ووفقا لصحف محلية فإن سبب وفاة المذيعة غيداء دياب هو تعرضها لأزمة صحية كبيرة وتم نقلها للمستشفى بسبب الأزمة الكبيرة دي وتوفت بسببها. واللي كتير ما يعرفوش عن الراحلة غيداء انها حققت شهرة كبيرة في سنة 1992، يعني اكتر من 30 سنة نجاح وتقدم. قدمت خلالهم العديد من البرامج المهمة في قطر على مدار رحلتها الاعلامية، كما انها شغلت منصب رئيس تحرير مجلة هي احد اصدارات دار الوطن للطبعة والنشر. رحلت وخدت قلوبنا كلنا معها، ياريت كلنا ندعي لها بالرحمة والمغفرة ويصبر اهلها وندعي لهم بالصبر والسلوان.